صباح الخير على الجميع. النهاردة عندنا زي ما عودناكم فيديو الحدث. إذا كنت الأول مرة بتشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك أولا فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لشتى المواضيع أو إشعارات البث المباشر اللي بنعمله للدردشة وإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا. عندنا قناة تانية للأبراج، الرابط بتاعها تحت الفيديو في صندوق الوصف. بننزل كذلك يوميا فيديوهات خاصة بالأبراج، وكمان قناة ثالثة لتفسير الأحلام، الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف. النهاردة عفوا زي ما عودناكم عندنا فيديو الحدث. الموضوع زي ما هو قرأته في العنوان: كيف نستقبل فصل الربيع ونخرج من فصل وطاقة فصل الشتاء؟ حيكون عندنا عدة اختيارات. اختيار أول عفوا، اختيار ثاني، واختيار ثالث. حنحلل بعد ذلك ما يجب أنكم تفعلوه عشان تستقبلوا فصل الربيع بطاقة كويسة. أوكي، اللي هو أول مرة بيشاهد معنا فيديو الحدث، مرحبا بك، ونطلب منك إنك تغمض عينيك، أفرغوا عقلكم من كل طاقة سلبية، خذوا نفس عميق، بعدين افتحوا عينيكم واختاروا تلقائيا. ما تفكروش إن عندكم رقم حظ أو مش عارفة إيه، لا، أين وقع عليك عليها أي ورقة وقع عليها نظركم، دي هي الورقة اللي الحدث بتاعكم عاوز يوصل لكم الرسالة بتاعته. أوكي، ورقة أولى، ثانية، ثالثة. نبدأ على بركة الله مع أصحاب الاختيار الأول. ما الذي يجب عليك أنك تعمله لاستقبال فصل الربيع؟ واضح جدا. هنا أصحاب الاختيار الكرت الأول، الحاجة اللي يجب عليكم انكم تعملوها انكم تفكروا كويس في الحاجة دي اللي انتم مجربرينها معاكم منذ مدة، الحاجة دي اللي بتألمكم، العبء ده اللي بتمشوا معاه جنب بجنب كده. فكروا كويس في الحاجة دي او في الحاجات دي اللي متلتلة على ظهركم، الاعباء دي كلها، حاولوا تستفوها بالأهمية بتاعتها، واللي ما عندهاش أهمية كبيرة سيبوها تروح، سيبوها تخرج من حياتكم عشان تقدروا تستقبلوا كويس فصل الربيع. ليه؟ لأن الأتعاب دي اللي يعني كركرتوها كده وراءكم منذ مدة زمنية طويلة، وانتم يعني من فصل لفصل، من سنة لسنة، وانتم حاملينها معاكم، هي بتنقص من الطاقة بتاعتكم، مش مخليكم تمشوا موازاة مع طاقة الفصول اللي بتيجي وتتغير. فمثلا أنت في طاقة منفصلين، عندك أمل أن الطريق بيرجعك أو حبيبك يرجع لك، فأنت شايفة أنه 3 شهور، 4 شهور، 6 أشهر لم يرجع، فسيبك من الفكرة دي، توقفي من التفكير ده، لأن التفكير ده جايب لك طاقة وجهد يعني تبدليهم في حاجة ما عندكيش، يعني ما هيش في إيدك، فسيبيها لربنا، ويعني أنزلي الثقل ده من على كتفك، هتحسي نفسك أصبحتي، هتحسي بنفسك يعني شوية خفيفة على اللي كنت عليه وفي طاقة أحسن. عندكم مشاكل في الشغل حاولتم تعدلوها وما تعدلتش، سيبوها لربنا كمان، ويعني وتقدموا في شغلكم عشان تقدروا تستقبلوا الفصل الجديد ده، فصل الربيع، بطاقة كويسة. أوكي، طب ما الذي يجب عليكم أن تفعلوه عشان تقولوا باي باي لفصل الشتاء، عشان تغلقوا باب الشتاء وراءكم لاستقبال فصل الربيع؟ ما الذي يجب أنكم تعملوه عشان تنهوا المسيرة بتاعتكم في فصل الشتاء؟ نفس الحاجة. الإنسان من حقه يغلط،
الإنسان من حقه يتعب. الإنسان صح خلقه ربنا سبحانه وتعالى من لحم وشحم وعظم، فتوقفوا من إنكم دايما تستحملوا حاجات ملهاش ليكم أو ما هيش ليكم أو ما عندكمش منفعة فيها. نفس الكلام، سيبوا مع فصل الشتاء التضحيات دي اللي عملتوها والأفكار اللي عملتوها، وتوقفوا من تأنيب الضمير، ويعني إنكم تمثلون شخصية ما هي شخصيتكم. من حقكم إنكم تقولوا أنا تعبت، من حقكم تقولوا أنا اتظلمت، من حقكم تقولوا خلاص ستوب، مش هكمل في هذا الطريق، مش هكمل في هذه العلاقة. عندك مشكلة مع حد، اتكلمي معاه أو اتكلم معاه، تعالي ابن الناس تعالي بنت الناس، انت عملت كذا وكذا 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 وكذا، وانا الحاجات دي كلها ما بقبلهاش، يعني من دروي جديد في حياتي. توقفوا من التضحيات، تعبتم كتير وتقهرتم كتير، وغالبا انتم بتستنوا كارما، وكارما دي كمان ما جاتش. يعني مشاكل، يعني الجروح اللي حصلت لكم جايبينها معاكم، كركرينها كده معاكم كل فصل كل سنة وكل يوم، وفوقها اللوم ده متحد مع دي، أصبح أتعاب على ظهركم وانتم ماشيين كده بيها ورايحين كده من فصل لفصل ومن سنة لسنة. فأغلقوا الباب على فصل الشتاء بما مر به وما كان فيه، واستقبلوا الربيع بطاقة كويسة. طب ايه هي نصيحة الكروت ليكم؟ سبحان الله، نفس الكروت بتتكلم على نفس الكلام. امرأة بتضحي بجنين بالابن بتاعها في النار، والشيطان هنا، شوفوا كده، الشيطان هنا والشيطان هنا. توقفوا من فضلكم، توقفوا من التضحيات الكبيرة اللي بتعملوها عشان ولا حاجة، وانتم عارفين انكم بتضحوا، وعارفين ان التضحية دي مش هتجيب لكم الحاجة دي اللي انتم ضحيتوا عشانها، بس بتضحوا كمان وكمان. توقفوا، حتى الكروت بتنصحكم توقفوا من التضحيات التي ليس لها معنى في حياتكم، وليس لها جدوى في حياتكم. توقفوا التضحيات دي عشان تستقبلوا الطاقة الكويسة اللي جاية لكم في شهر أو في فصل الربيع إن شاء الله. إن شاء الله نمر دلوقتي لأصحاب اختيار الكارت الثاني، الذي يجب عليكم أنكم تستعملوه عشان تستقبلوا فصل الربيع، أنكم تتعرفوا على نفسكم من ضرو جديد. شوفوا كده، امرأة بتبص لنفسها في المراية من هنا، شوفوا ازاي بتشوف لنفسها، ومن هنا ازاي بتشوف لنفسها. هنا الجمال، الأنوثة، العمر الصغير، وهنا امرأة حنينة مع بنتها وترضع بنتها. اوكي، حبوا نفسكم، اخرجوا يعني الشخصية الحقيقية بتاعتكم، توقفوا من اظهار ما ليس هو فيكم، عيشوا حياتكم زي ما انتم عاوزين تعيشوها، تقبلوا ما انتم فيه. فربنا خلقنا كلنا مختلفين على بعضينا، يعني فيه التخين، فيه الرفيع، فيه الكويس واللي مش كويس، فيه اللي شعرها طويل، فيه اللي شعرها أشقر، فيه اللي شعرها قصير، فيه اللي شعرها طويل، فيه السمراء والحنطية والبيضاء والطويل والقصير والعريض يعني في الاختلاف يوجد التميز. فأنتم هنا عشان تستقبلوا فصل الربيع بطاقة كويسة، بتقول لكم الكارت ده حبوا نفسكم، واعرفوا انه ازاي تستعملوا الجانب اللي في شخصيتكم الكويس
عشان يطغى على باقي اللي في شخصيتكم، وتفتحوا دراعيكم لاستقبال الطاقة الجديدة اللي جايت لكم في فصل الربيع. أوكي، طب إيه اللي لازم تعملوه عشان تقولوا باي باي لفصل الشتاء وتغلقوا باب الشتاء وراءكم؟ إيه اللي لازم تعملوه؟ الحاجة اللي ما هيش ليكم سيبوها تروح، توقفوا من انكم تتشبثون باحلام او بناس ما لهمش لازمه في حياتكم. شايفين ان عندكم منفعه مع الحاجه دي او مع الانسان ده، ولقيتوا المنفعه بتاعتكم اقعدوا معاها، ادرسوا الوضعيه كويس اللي انتم فيها. يعني فصل الشتاء ده اللي فات ربما كنتم في علاقة، ربما كنتم يعني بتشتغلوا مع زملاء وكل حاجة، وحاولتم تعديل الأمور ما تعدلتش. مروا مرور الكرام، ما تقعدوش كده تخبشوا كده في الأفكار بتاعكم، وهي قالت وهو قال وأنا أتعامل وهي اتعملت وهو عمل وما عملش، راح وسابني وحيرجع مش حيرجع، أمه رفضاني، أبوه رفضني، أمها رفضاني، أبوها رفضني، المدير عامل. لأ، توقفوا من هذا التفكير كاملا، اغلقوا على هذا التفكير باب الشتاء واستقبلوا الربيع بترككم لما هو ليس في يدكم أنكم تغيروه. خلاص، اخرج من حياتي. أوكي، ما هي نصيحة الكروت هنا ليكم؟ حبوا نفسكم، حبوا نفسكم وحبوا اللي يحبكم، ما تتعلقوش بحد سابكم وراح، لأن في طريقكم إنسان بيحبكم، وقبل الإنسان ده نفسكم بتحبكم، فحبوا نفسكم. اتعلموا إزاي تكتشفوا نفسكم، تكتشفوا مواهبكم، تكتشفوا ما هو مميز عندكم، موجود عندكم ومش موجود عند الناس، عشان تجذبوا لنفسكم كل نفس طيبة وكل طاقة إيجابية إن شاء الله. نمر دلوقتي لأصحاب الاختيار الثالث. عفوا، إيه اللي لازم تعملوه عشان تستقبلوا فصل الربيع؟ توقفوا من انكم تلوموا نفسكم ولا تلوموا الناس ولا تنتظروا كارما ولا تقولوا كذا ولا كذا. اقعدوا في نطاق المعلوم او المحدود او نطاق القانون او نطاق الاولويات في حياتكم. تأنيب الضمير الكتير ده على انكم اخطأتم او اخطأوا الناس معاكم او حكم عليكم بحاجة او حاسين انه قضاء الله قدره خلكم عايشين في وضعية انتم ما تستاهلوا لا تستاهلونها، التفكير ده كله سيبوه بجانب، ودعوه، اخرجوا منه، توقفوا منه. اعرفوا انه الحياة دي، عفوا، اعرفوا ان الدنيا دي لما خلقها ربنا ادى لكل مخلوقاته، لكل انواع المخلوقات، قوانين خاصه بها. ادى للنباتات طريق العيش بتاعها، ازاي تتنفس، ازاي تتغدى. ادى للحيوانات لكل واحد طريقه المعيشه بتاعته، منه اللي الاكل بتاعه نباتي ومنه اللي بالاكل بتاعه من اللحم، فريسة يعني حيوانات أخرى، منه اللي بيأكل يعني فطريات أو حاجة أخرى، واحد ديدان، واحد كذا، واحد كذا. لكل حاجة إدى ربنا ليها قوانين المعيشة بتاعتها. فأنتم كمان حاولوا إنكم تعيشوا
يا إما بالطريقة اللي أنتم عاوزينها، يا إما تحترموا عادات وتقاليد المحيط بتاعكم. لأنه رغبة في العيش في المجتمع، يعني المحيط الاثنين، يعني التفكير الأول والتاني اللي ذكرته من قبل، في نفس الوقت هيحصل انصطدام في الأفكار بتاعكم، مش هيخليكم تتقدموا في حياتكم. حاولوا تكونوا عادلين مع نفسكم، عادلين مع الناس. زي مثلا اعتذر، زي مثلا في واحدة هتعرف نفسها، يعني الكتير من يعني مثل السيدة دي، ربنا يكون في العون. يعني الكل امتى يخرج الطرف الثالث، الطرف الثالث عمل سحر تفريق، الطرف الثالث عمل لي كده، الطرف الثالث هو كذا، الطرف الثالث كذا. لو يحكم الإنسان عقله كويس، يحط نفسه كمتفرج للحالة الوضعية اللي انتم عايشين فيها، العلاقة الثلاثية دي، أول من خلق المشكل هو الزوج. ليه؟ بدخوله في علاقة مع طرف ثالث، دي أول حاجة. تاني حاجة، الطرف الثالث دي من حقها تتجوز، ربنا حلل للرجل 4 ستات، محللهمش كذا كده وخلاص، حط شروط للرجل. عفوا. انه يعدل ما بينهم والحاجات دي، وفي نفس الوقت اسباب لتعدد الزوجات. في رجاله ست واحده، يعني من ناحيه المعاشره الجنسيه يعني لما لا تقنعه، مش يعني لا تقنعه يعني ما تعرفش تعمل الحاجه دي، لا، حتى ولو تعرف لا تشبعه جنسيا، لا يعني ما يشبعش من 6 واحدة، لازم له 2 و3 و4، دي غريزة خلقها ربنا في الرجل. يعني لما يدخل رجل في جوازة مع امرأة أخرى، تانية وتالتة ورابعة، مش معناها إن التانية والتالتة والرابعة أو الأولى عملت لكم سحر ومش عارفة إيه، لا، حاولوا تدرسوا الموضوع من الجانب القانوني وما حدده الشرع والقانون. فكروا كويس، لانه اتهامكم الطرف الثالث انه عمل سحر وعمل لك فرق تفرق ما بينكم ما بين الرجل والزوج ومن كذا وكذا 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 بدون دليل، يسمى اتهام، يسمى انكم اختبتم في انسان، يسمى انكم تركتم العنصر الرئيسي في المشكلة ورحتم للطرف الثالث، والعنصر الرئيسي هو الرجل. أنا لا أدافع عن أحد، ولكن الكارت ده بيقول بهذه الطريقة، يعني فكروا، فكروا بالمنطق ولا تفكروا بالمشاعر وبالعواطف بتاعكم، لأن فيه قوانين العالم دي أو الدنيا، العالم ده أو الدنيا دي، الحياة دي اللي احنا عايشين فيها سواء كبشر أو كمواطنين في أي مجتمع أنتم فيه. أوكي، طب إزاي تقولوا باي باي أو تسكروا بواب، يعني باب فصل الشتاء وراءكم؟ ايه اللي لازم انكم تتركوه وراءكم مع الشتاء؟ النزاعات والخلافات زي اللي اتكلمتوا عليه دلوقتي، النزاعات والخلافات واختلاف الرأي، ويعني عدم التفاهم في اي حاجة بخشونة الرأس. يعني حاولوا انكم تتفهموا الموضوع بطريقة يعني يكون فيها التفكير بتاعكم منطقي وعادل، ما تصلبوش عقلكم في تفكير واحد، لا، وسعوا تفكيركم وغوصوا في الأفكار أو في الرؤية لمشكلة، يعني من كل زاوية، مش إلا بنظرتكم أنتم، لا، توقفوا من ذلك. زي ما قلنا في الأول، مش هعيد نفس المثال، شوفوا المشكلة من كل جانب، توقفوا من التفكير السلبي ده على إنكم خلاص عندكم يقين وعندكم مش عارفة إيه، لا، بدون دليل، ده اسمه
اتهام وغصب، يعني غتبتم في إنسان. أوكي، طب إيه نصيحة الكروت لكم يا أصحاب الاختيار الثالث؟ حاولوا إنكم ترجعوا لربنا أولا، إنكم تساعدوا الناس، إنكم تستقبلوا الشهر ده بصدقة، إنكم تستقبلوا الشهر ده بطريقة جديدة للعبادة، طريقة جديدة لوجهة نظركم لعدة مشاكل كنتم عايشين فيها، أو وجهة نظركم في عدة ميادين من الحياة. اعملوا نوع من التشافي الداخلي الروحاني. أهو سبحان الله نفس الكلام. اخرجوا من الطاقة والتفكير السلبي ده اللي عندكم لتفكير أحسن منه، عشان تقدروا توصلوا للنقطة الصحيحة اللي انتم بتدوروا عليها في حياتكم، وتستقبلوا فصل الربيع بطاقة كويسة، وتكون فيها الخير عليكم إن شاء الله، وعندها يعني وعنده رزق يجيبها لكم معاه فصل الربيع إن شاء الله إن شاء الله. أرجو إن القراءة دي عجبتكم، حطوا لنا في التعليقات رأيكم، وما تنسوش تعملوا لايك تدعموا القناة، وأقول لكم إلى بعد الظهيرة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.